بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هنشرح لحضراتكم الجزء الثاني من الترم صوت وصورة على الباوربوينت، وده هيبقى خاص بجزء التطبيقات في القرارات الاستراتيجية. وهيبقى أنا عندنا ثلاث مجالات للتطبيق: قرارات استراتيجية في مجال الإنتاج، وقرارات استراتيجية في مجال التسويق، وقرارات استراتيجية في مجال الموارد البشرية. هنبدأ أولا بالقرارات الاستراتيجية في مجال الإنتاج. بالنسبة للقرارات الاستراتيجية في مجال الإنتاج، احنا عندنا عدد كبير من القرارات زي تحديد تكنولوجيا الإنتاج، اسلوب التكنولوجيا اللي احنا هنتبعه، تحديد الاسلوب الانتاجي، تحديد نوعية التخطيط الداخلي للمصنع على اساس عمليات ولا على اساس خط انتاج، تحديد الموقع، تحديد نظم التشغيل، تحديد نظم الجودة، تحديد الطاقة الانتاجية بالنسبة لكميات الانتاج. كل دي قرارات استراتيجية للانتاج. وزي ما انتوا عارفين، القرار الاستراتيجي هو قرار حيوي بتعتمد عليه المنظمة وقرار هام. هناخد على سبيل المثال من مجال الانتاج القرار الخاص بتحديد الموقع. احنا بالنسبة للحالة التطبيقية الاولانية بالنسبة لمجال الانتاج، هناخد تحديد واختيار موقع المنظمة. وبالنسبة لقرار اختيار الموقع، خاصة لو منظمة صناعية، يعتبر هذا الاختيار او هذا القرار من القرارات الاستراتيجية الهامة في المنظمة. ليه؟ لانه اولا قرار مستقبلي طويل الامد، مش كل يوم بناخد قرار باختيار موقع للمنظمة، مش كل يوم بنغير موقع المنظمة، وبالتالي بيترتب عليه تكاليف استثمارية كبيرة، فالرجوع عليه بيبقى فيه خسارة. عشان كده لازم نتأنى في هذا القرار وندرسه كويس قوي قبل ما ناخد القرار. سؤال: هل المنظمات ليها الحرية الكاملة في اختيار الموقع؟ المفترض نقول اه. هي الحقيقة معظم المنظمات ليها حرية، ولكن في طبيعة منظمات أخرى بيفرض عليها الموقع. تعالوا نشوف زي إيه. المنظمات بيختلف، أو وضع المنظمة بتختلف عند اختيار الموقع. ليها حرية الاختيار ولا ملهاش حرية الاختيار؟ منظمات ما عندهاش حرية الاختيار وبتضطر ان هي تروح موقع محدد، زي المنظمات اللي بتعمل في المناجم، زي المنظمات اللي بتعمل في الصيد، زي المنظمات اللي بتستخرج البترول النفط، زي المنظمات اللي بتستخرج ابار المية، بناء السفن. كل دي انواع لمنظمات ملهاش حرية في الاختيار، وبالتالي في معظم المنظمات الاساسية بيبقى ليها حرية في اختيار الموقع. فلولا طبيعة الصناعات ديت كان يبقى للمنظمة ليها حرية. يبقى القاعدة الاساسية للمنظمة ليها حرية. طب السؤال بردك ايضا، حتى المنظمة اللي ليها حرية في اختيار الموقع بيبقى لها معايير معينة بتختار على أساسها. يعني مش هروح أي حتة من غير دراسات ومن غير أبحاث وأبدأ أعمل مصنع معين أو شركة معينة أو محل معين إلى آخره. بمعنى، هل تختلف عوامل الاختيار ما بين منظمة صناعية ومنظمة خدمية؟ يبقى فيه
أولا عوامل للاختيار أو معايير للاختيار، فهل هذه المعايير بتختلف ما بين منظمة صناعية وخدمية؟ بالتأكيد نعم. المنظمة الصناعية بتختار الموقع بتاعها للقرب من الطاقة أو القرب من المواد الخام، أو في حالة توفر وسائل النقل ولا لأ، في حالة توفر الأيدي العاملة، السوق بتاعها هيبقى فين، في مناطق بيبقى ليها إعفاءات أو مزايا ضريبية. أما في مجال الخدمات، المعيار الأساسي القرب من العميل، وفي بعض الأحيان القرب من المنافس. فتلاقي منطقة مثلا كلها بتوع دهب، منطقة كلها بتوع فخار، بيبدأوا يجمعوا نفسهم في مناطق معينة عشان يبقى الاعتماد على المواد الخام بتبقى إلى حد ما موجودة في منطقة معينة. نوعية الخدمة نفسها، إذا كانت عيادة فلازم تبقى في منطقة سكنية، إذا كانت ورشة تبقى بعيدة عن المناطق السكنية، إذا كانت مدرسة، يبقى طبيعة المنظمة الخدمية هي برضك بتحدد نوع الموقع اللي احنا بنختار. العوامل اللي بتأثر في اختيار الموقع للمنظمة الصناعية زي ما قلنا قبل كده، هي بتنحصر في الآتي: أول حاجة القرب من المادة الخام ومستلزمات الإنتاج، حاجة الثانية القرب من العمالة، حاجة الثالثة القرب من مواقع الأسواق ومنافذ التوزيع، حاجة الرابعة القرب من مصادر الطاقة والمية، درجة التشجيع الحكومي في بعض المناطق وسياسات الدولة. بيبقى في عوامل أخرى برضك بتؤثر في اختيار الموقع زي وسائل المواصلات، زي توفر السكن، توفر المدارس، توفر البنوك، الخدمات الحكومية أو المصالح الحكومية إلى آخره. فدي عوامل أو عناصر بتؤثر في اختيار الموقع، وكل منظمة بترجح العوامل اللي بتفيد في اختيار موقع معين. طيب تعالوا ناخد بقى بعض الأساليب الكمية اللي بنستخدمها في المفاضلة ما بين المواقع. يبقى الأساليب اللي قبل كده أو العوامل اللي قبل كده دي عوامل وصفية، لكن في أساليب كمية بتفيدنا مع العوامل الوصفية دي في اختيار الموقع. الأساليب دي عندنا أو هناخد منها أربع أساليب: المفاضلة بين المواقع على أساس النقط، المفاضلة بين المواقع على أساس تكلفة، المفاضلة بين المواقع على أساس ربح، أو المفاضلة بين المواقع على أساس ترجيح بالأوزان. كل أسلوب من الأساليب دي هناخد عليه مثال، ويبقى ده جزء عملي ممكن يجينا في الامتحانات، زي الجزء أي جزء تطبيقي خدناه، سواء حالة تطبيقية أو حالة عملية. الأسلوب الأولاني اللي هو المفاضلة بين المواقع على أساس النقط، قدامي مجموعة من البيانات اهي. إحدى الشركات بتفاضل ما بين موقعين، الموقع الأول والموقع الثاني، ومديني مجموعة من العناصر أفاضل على أساسها. مجموعة العناصر دي المناطق السكنية، المناخ، مركز الإطفاء، ثمن الأرض، أسواق البيع، وسائل النقل والمواصلات، التسهيلات الجمركية، الخدمات الفنية. طريقة النقط دي معناها إيه؟ معناها الموقع اللي هتميز عن الموقع الآخر هديله نقطة، والموقع اللي مش متميز هديله صفر. يبقى إذن بفاضل ما بين موقعين، طب افرض هفاضل ما بين ثلاثة، يبقى هنا عندنا ثلاث حاجات للمفاضلة، او اربعة او خمسة ايا كان. الموقع اللي هتبقى فيه الميزة الكبيرة هديله درجة اعلى، ثم درجة اقل في الميزة الاقل، ثم درجة اقل في الميزة الاقل، وهكذا. لكن احنا معظم المفاضلات بتبقى ما بين موقعين. فانا عندي بالنسبة للمنطقة السكنية،
في موقع قريب موقع بعيد، يبقى مين اللي عنده ميزة؟ الموقع القريب، ادي له نقطة. ومين اللي ما عندوش ميزة؟ الموقع البعيد، ادلوش حاجة، يبقى بدي له هنا صفر او شرط. المناخ، في موقع حار وموقع مناسب، يبقى المناسب ادي له نقطة والحار مش هدي له حاجة، وهكذا. فبيبقى عندنا الجدول اللي حضراتكم شايفينه. في المنطقة السكنية الموقع الاولاني خد نقطة والموقع التاني ما خدش، في المناخ ما خدش والموقع التاني خد، في مركز الاطفاء الموقع الاولاني خد والتاني ما خدش، وهكذا. بنجمع النقط بتاعت كل موقع. الموقع اللي هيديني نقط اكبر يبقى تحقق فيه عناصر اكتر او عوامل اكتر، يبقى هو ده الموقع الافضل. دي مثال على طريقة المفاضلة بين المواقع باستخدام النقط. تعالوا نشوف اسلوب تاني. هنفاضل بين المواقع على اساس تكلفة. فبيقول لي مثال، احد رواد الاعمال عايز يختار موقع لمشروعه الجديد، فقدامه مدينة 6 اكتوبر وقدامه مدينة العاشر من رمضان. الانتاج بتاعه هيبيع منه 40,000 وحدة سنويا، سواء خد الموقع في 6 اكتوبر او خد الموقع في العاشر من رمضان. بيانات الموقعين كانت كما مساحة الارض 300,000 متر مربع، ثمن شراء المتر في الموقع الاولاني 20 في الموقع الثاني 15، مساحة البناء 2000 متر للموقعين، تكلفة متر البناء في الموقع الاولاني 400 جنيه في الموقع الثاني 350، وهكذا. المهم لما نحل التمرين ده هنحل على اساس تكلفة. لو بصيت فوق هتلاقي التكلفة دي بتساوي نوعين من التكلفة، تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة إجمالية. التكاليف الثابتة اللي هي تكاليف الأرض وتكاليف المباني. التكاليف المتغيرة اللي هي التكاليف المرتبطة بحجم الإنتاج زي الخامات والأجور والطاقة والتكاليف الأخرى. فبحسب التكاليف الثابتة وبحسب التكاليف المتغيرة الإجمالية واجمع الاثنين مع بعض يديني اجمالي التكلفة. فبالنسبة للموقع الاولاني اللي هو 6 اكتوبر هتلاقي الاتي: تكلفة الارض ثمن المتر في المساحة، يبقى 300,000 متر في التكلفة 20 جنيه للمتر، زائد تكاليف البناء برضك مساحة البناء في تكلفة المتر 2400، بيديني في النهاية اجمالي التكاليف الثابتة 860,000. التكاليف المتغيرة للوحدة هتشمل تكلفة الوحدة من الخامات، وتكلفة الوحدة من الأجور، وتكلفة الوحدة من الطاقة أو القوة المحركة، والتكاليف الأخرى. لما نجمع كل هذه التكاليف هنلاقي تكلفة الوحدة المتغيرة بتحقق لي 42 جنيه. يبقى إذن التكلفة المتغيرة الإجمالية لكل الوحدات اللي احنا هننتجها ونبيعها اللي هي 40,000، فبضرب عدد الوحدات في تكلفة متغيرة للوحدة هيديني 1,680,000. اجيب التكلفة الاجمالية بجمع التكاليف الثابتة مع التكاليف المتغيرة الاجمالية، يديني 2,540,000 جنيه. ده بالنسبة لي تكاليف الموقع الاول. بنفس الطريقة بنجيب تكاليف الموقع الثاني. بحسب التكاليف الثابتة بنفس الطريقة، بحسب التكاليف المتغيرة الإجمالية بنفس الطريقة، بجمع التكلفتين يديني التكلفة الإجمالية، أقارن ما بين التكلفة الإجمالية دي اللي هي 1,985,000 بالتكلفة الثانية، فنلاقي الموقع الثاني هو الأفضل لأنه أقل تكلفة. يبقى لما نيجي نقارن بالنقط بناخد اعلى نقط، لما نيجي نقارن بالتكلفة بناخد اقل تكلفة. اسلوب ثالث، المفاضلة على اساس الربح. طب هو الربح بيساوي ايه؟ بيساوي ايرادات ناقص تكاليف. يبقى اذا المسألة اللي زي كده لازم اجيب الايرادات عن طريق ضرب
سعر الوحدة في الكمية اللي انا هبيعها، واجيب التكاليف زي ما احنا كنا بنجيبها حالا في التمرين الخاص بالتكلفة اللي هي التكاليف الثابتة زائد التكاليف المتغيرة. فهنا بيقول لي عندك ثلاث مواقع، مديني التكاليف الثابتة بتاعت كل موقع، مديني التكاليف المتغيرة للوحدة مكونة من نوعين من التكلفة، مواد خام وأيدي عاملة، مديني حجم الإنتاج السنوي لكل موقع، ومديني سعر بيع الوحدة لكل موقع. يبقى أنا عايز أحسب الإيرادات عن طريق ضرب السعر في حجم الإنتاج، وأجيب التكلفة الكلية عن طريق جمع التكاليف الثابتة زائد التكاليف المتغيرة الإجمالية، أطرح الاثنين من بعض اللي هو تكاليف الكلية من الإيرادات يديني الربح، أشوف مين الموقع اللي ربحه أكبر يبقى هو الأفضل. تعالوا نعمل كده. آدي الجدول اللي بيضم الموقع الأول والثاني والثالث. أول حاجة بنجيب الإيرادات الكلية عن طريق ضرب حجم الإنتاج في سعر الوحدة، فهيبقى متساوي في الثلاث مواقع لأن حجم الإيرادات حجم الإنتاج متساوي والسعر متساوي، فالإيراد هيبقى متساوي 2 مليون. أجيب التكاليف المتغيرة الإجمالية لكل موقع بضرب حجم الإنتاج بتاعه في التكلفة المتغيرة للوحدة، فالتكلفة المتغيرة للوحدة الموقع الأولاني 2 و3، وللموقع الثاني 4 و3، وللموقع الثالث 3 و3، فبنضرب 2000 في 5 بالنسبة للموقع الأول، و2000 في 7 بالنسبة للموقع الثاني، و2000 في 6 بالنسبة للموقع الثالث. بجمع التكاليف المتغيرة الإجمالية زائد التكاليف الثابتة اللي هو مدهاني في التمرين، تديني التكاليف الإجمالية للموقع الأولاني 1,100,000، والموقع الثاني 1,550,000، والموقع الثالث 1,400,000. أطرح هذه التكاليف من الخانة الأولانية فوق اللي هي الإيرادات، هيديني صافي الربح 900,000 بالنسبة للموقع الأول، 450,000 بالنسبة للموقع الثاني، و600,000 بالنسبة للموقع الثالث. إذن الموقع الأولاني هو اللي بيحقق ربح أكبر يبقى هو الأفضل. آخر طريقة عندنا المفاضلة بين المواقع على أساس الأوزان. يعني إيه أوزان؟ يعني بيبقى عندي حاجتين، عندي عوامل معينة وعندي درجة أهمية لهذه العوامل. العوامل سواء القرب من المواد الخام أو الطاقة أو الخدمات إلى آخره، وبنبدأ نرتبها حسب وزنها، بمعنى إن في عامل هياخد وزن أكبر من وزن، يعني أهمية أكبر من أهمية حسب وضع المنظمة وطبيعة المنظمة. فبيقول لي في أحد رواد الأعمال بيفكر في مشروع وكان قدامه ثلاث مواقع بيفاضل بينهم. يعني لو رجعنا كده للجدول بتاعنا هلاقي هياخد 8 بالنسبة للقرب من الأسواق كدرجة يضربها في 3 من 10 كوزن، زائد العنصر اللي بعده الدرجة 4 والوزن بتاعه 1 من 10، زائد العنصر الثالث، وهكذا. يبقى بيبقى عندي انا 8 في 3 من 10 ده العامل الاول، واربعة في 1 من 10 ده العنصر الثاني، وسبعة في 2 من 10، وهكذا. يبقى مجموع القيمة المتوقعة بالنسبة لي الموقع الاولاني 7.3، نعمل نفس الحكاية للموقع الثاني ونفس الحكاية للموقع الثالث. الموقع اللي هيديني قيمة متوقعة اكبر يبقى هو الموقع الافضل. اذا الموقع الثاني هو الموقع الافضل في هذه او في هذا المثال. وبكده يبقى خلصنا الجزء الاولاني او اولا في مجال الانتاج، وبعد كده
هنبدأ في المجالات التالية. هناخد القرارات الاستراتيجية. إن قرارات استراتيجية التسويق الدولي الدولية، أبرز مؤشرات هذا. تاني حاجة قرار تحديد الأسواق. الطريقة التانية اللي هي طريقة الانكماش أو التقلص أو القرار الثالث قرار تحديد اللي انتوا عارفينه الفور بيز، تمام؟ مش هطول فيه، انتوا عارفينه. واحنا هننتج خدمة بنضيف كمان ثلاثة بيز اللي هو مين بار احدث، وهو المزيج اللي بيعتمد على العميل. تحولت الفور بيز الى فور سيز. فهتلاقي تعالوا نروح بقى للمجال الثالث اللي هو مجال مفهوم إدارة الموارد البشرية. هل إذن مفهوم إدارة الموارد البشرية، الفرق بين الدور التقليدي والدور الاستراتيجي؟ كأننا بنفرق ما بين إدارة شؤون العاملين وإدارة الموارد البشرية. يبقى القرارات والمهام الأساسية لإدارة الموارد، استراتيجية إدارة أداء الموارد البشرية. في بعض المفاهيم بقى الأساسية هنا عايزين. هل في فرق بين معايير الأداء وقياس الأداء الأساسية بين هذه المصطلحات؟ فعندك معايير الأداء، إدارة الأداء نفسها، وعندنا ثلاث نقط أساسية. بالنسبة لمحددات الأداء قلنا في محددات خاصة بالفرد. بالنسبة لأساليب التأثير في كفاءة الأداء، أول حاجة عندنا هتبقى التعامل مع صفات الفرد. يعني عايزين نعدل في إيه ونعدل في إيه ونعدل في إيه؟ هنعدل القدرات وهنعدل الرغبات وهنعدل التركيبة النفسية وهنعدل التركيبة الاجتماعية. ده اللي إحنا عايزين نعدله. نزود القدرات، نزود الرغبة، نحسن نفسية الموظف عشان يقدر يؤدي، نعدل الوسط الاجتماعي اللي هو عايش فيه سواء من حيث الزملاء او علاقات العمل او ايه الادوات اللي احنا نقدر نستخدمها بقى عشان نقدر نعدل الكلام ده ونأثر في كفاءة الاداء. تعالوا نشوف. مثلا الحوافز او المزايا اللي بنديها او المغريات اللي بنديها للموظف دي هتؤثر في حاجتين، هتعدل في الرغبات وتحسن رغبة الموظف، وكمان هتعدل في تركيبته النفسية. تعالوا نشوف أداة تانية. ده كل ده على سبيل المثال. ان احنا نختار الموظف كويس ونلتقيه طبقا لمعايير معينة، ندربه، نكسبه مهارات معينة، كل ده هيؤثر في ايه؟ في تعديل القدرات بتاعته وتحسين وتنمية هذه القدرات. تعالوا نشوف أداة تانية. الخدمات او المزايا اللي احنا بنأديها طب تعالوا نشوف ازاي هنتعامل مع بيئة العمل او المنظمة. عايزين نعدل ايه؟ نعدل في علاقات العمل، في الواجبات والمسؤوليات، في الصلاحيات، في عبء العمل، في دورة العمل، في فريق العمل، في قواعد العمل، في مقابل العمل، في مكان العمل. عايزين نعدل ايه بالظبط؟ تمام. علاقات العمل دي اللي بيعكسها الهيكل التنظيمي. الواجبات والمسؤوليات، المهام اللي انا بديها للفرد ومسؤولياته، يعني الاختصاصات. فتعديل للصلاحيات او السلطات. تعديل عبء العمل، يعني كم العمل اللي انا بديه للموظف. تعديل دورة العمل، اي عمل في الدنيا له بداية وله نهاية، يبقى دورة العمل دي بتاخد وقت قد ايه. فريق العمل، ده التكوين، الفريق لازم يكون منسجم، لازم يكون مترابط، لازم يكون في تنسيق بينهم، فبنعدل فرق العمل. تعديل قواعد العمل اللي هي اللوائح والقوانين والكلام ده. تعديل في المقابل العمل اللي هي الأجور والمكافآت والمزايا. تعديل في مكان العمل اللي هو التنظيم الداخلي للمكاتب وهكذا. طب ايه بقى الأدوات اللي انا اقدر استخدمها عشان اعمل كل هذه التعديلات؟ تعالوا نشوف على برضك سبيل المثال.
إعادة التنظيم هيؤثر في تعديل علاقات العمل، إعادة توظيف الوظائف هيؤثر في إدارة الأداء. زي ما قلنا كلمة إدارة الأداء بتشتغل بمعنى إن إدارة الأداء هي أداة تخطيطية. تعالوا نشوف بقى التعارض اللي ممكن يحصل ما بين أهداف المنظمة وأهداف